تعالوا مع بعض نعمل طبق مكرونه لطيف وجميل مكوناته على الشاشه، يعني بساطه يعني سهوله يعني مرونه. مكرونه كواكع، معانا ريحان اخضر، معانا زبادي وتوم. نعمل طبق سلطه مكرونه ازاي مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. نعمل الصلصه الاول بتاعت المكرونه. زي الفل، معانا شويه زعتر حلوين كده، ونحط عليهم فص توم حلو، شويه ريحان متقطعين، يعني لما انا بقول سلطه مكرونه باللوز يا مزاج اللوز والزبادي، اكيد في موقف هنا ان انا عايز الاولاد لما ياكلوا منها تبقى الهرم الغذائي. اللوز كلنا عارفين ان هو اوميجا 3، بيعلي الذاكره، ما يخليش الزهايمر يجي لنا، بيخلي ذاكرتنا قويه، بيخلينا اذكياء، لان طبعا نوع بروتين غير مشبع اللي هو موجود في اللوز، عين جمل، المكسرات كلها احنا عارفين، عندك الفستق، الفول السوداني، ده كله. ده لوز مطحون ناعم اهوت مع ريحان اخضر اللي هي زي صلصه البيستو، بس دي خشنه، معاهم زيت زيتون وفص توم، قلبتهم مع بعض، بنزل عليهم الزبادي. زبادي هيلسي او قليل الدسامه مفيش مشكله، ونقلبهم مع بعض. السلطه دي جميله جدا، جربي واعمليها لاولادك. عايزاها سبايسي شويه، حط شويه فلفل اسود. زي الفل، وننزل المكرونه عليها ونقلبها. جربي تعملي السلطه دي، مش لازم كل يوم مكرونه بالبشاميل. مكرونه بتتسلق بعد ما تسلقيها كواقع. ليه اخترتها كواقع يا شيف مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري؟ عشان تشيل من الصلصه وتشيل، اهي شفت ازاي بديها فرصه، اهي دي تشيل منها كده تبقى لطيفه وحلوه، واختارها صغيره اهي، تقومي لما تاكليها تبقى لطيفه وحلوه. ما عندكيش دي، حط المكرونه البنه الصغيره. او بتاعه المبكبكه زي ما انت عايزه. نقلب الطبق ده كده، وعايز اغرفها هنا في الطبق الحلو ده كده. سلطة لطيفة، قولي لي فين الدسامة هنا كده؟ تيجوا مع بعض نشرح مكوناتها. مكرونة سلقناها بمية وزيت زيتون وشوية ملح، تخلصنا بقدر الإمكان من النشويات اللي موجودة فيها. حلو، غسلناها بعد ما اتسلقت، وحطينا عليها زيت زيتون بعد ما غسلناها وركناها على جنب عشان كده مفلفلة. خدنا زبادي حطينا عليه لوز مطحون، ريحان، زيت زيتون، فص توم، شوية ملح وشوية فلفل، وبعدين قلبناها مع بعضيها. حاضر، شفت السلطة الحلوة دي كده؟ الله، حلو قوي، زي الفل. البرزنتيشن بتاعها حاجة بسيطة وسهلة. هنروح بعيد ليه؟ الحاجات دي بتعجب الولاد. حد ياكل ده مع السلطة؟ هو شكل حابة تحطيه، أهلا وسهلا. تمام، تعالوا شوية لوز على الوش، عينيا. حاضر، ما زعلكش، لا ما يتحمص، ما احنا بنهرب، احنا بنعمل ابحاث على الاكلة، حاجات اللي فيها دهون، فيها زيوت، فيها سمنة، بنهرب منها، تحمير وهكذا. ونحط العود الروزماري الحلو ده كده، حلو قوي، وناخد دي نخليها هنا كده. الله عليك يا شيف. تمام، ونشيل الحاجات دي من هنا، الزحمة دي مش عايزها. اللهم صل على النبي، تعالوا. عينيا، حاضر. حاضر يا حبيب قلبي وحبيب والديك. اللي أنا حاطه ده نعناع أخضر، عشان السلطة دي فيها توم. عايزين ناكل سلطة فيها توم بس بقنا ما يبقاش ريحة توم. حلو؟ زي الفل. تمام، هنطلع مع بعض السمك، بس عايز اغرفه في الطبق ده. الله، هو ده.